فرنسا انخفاضا في عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات، وذلك للمرة الأولى منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد. وقال مدير وكالة الصحة الوطنية جيروم سالومين إن عدد المصابين بالفيروس في المستشفيات يقل بنحو 500 شخص عن اليوم السابق، وأضاف أن عدد مرضى كوفيد-19 انخفض في وحدات العناية المركزة لليوم السابع على التوالي. وفي فرنسا أيضا أظهرت الفحوص أن أكثر من ثلث طاقم حاملة الطائرات شارل ديغول يحملون فيروس كورونا منذ عودتهم بصورة مبكرة إلى بلادهم الأحد الماضي بعد اكتشاف مصابين بالوباء على متن الحاملة. وقالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية إن اختبارات الكشف عن الفيروس شملت 1667 بحارا من المجموعة الجوية البحرية. وينضم معنا من باريس مراسلنا محمد الحاجي. محمد، ما هي تفاصيل إصابة طاقم حاملة الطائرات شارل ديغول، وكيف تتعامل الحكومة الفرنسية مع هذه الإصابات؟ نعم ماجد، الكثير من الأسئلة. بداية عن أسباب إصابة أكثر من 600 أو حوالي 668 بحار على متن البارجة النووية شارل ديغول التي كانت في عرض البحر من مجموع 1776 بحارا على متنها. هناك ثلث هؤلاء مصابون بفيروس كورونا ونتائجهم جاءت إيجابية. في الحقيقة التقديرات تقول بأن هذه البارجة قامت ب يعني رست على في ميناء بريست شرق او غرب فرنسا في 15 من الشهر الماضي، والكثير من الجنود لم يلتزموا بحاله الحجر الصحي، خرجوا من البارجه نحو البر وعادوا اليها، ويرجح بان هذا هو سبب تفشي الفيروس على متنها. الحكومه قامت ايضا باجلاء الطاقم جميع الركاب او جميع البحاره على متنها وتعقيم هذه البارجة، وهناك حالة واحدة خطرة منها وهو بحار موجود في قسم العناية الفائقة. وهنا دليل آخر بسبب يعني برأي الحكومة على الالتزام بالحجر الصحي، وأن هناك خطأ فردي واحد أدى إلى إصابة هؤلاء. هذا الموضوع اليوم هو من المواضيع التي تعتبر موضوع الساعة في فرنسا، إضافة إلى موضوع مهم وهو تراجع عدد المصابين كما ذكرت في المقدمة. 513 مصابا بأقل من اليوم السابق بحسب تقديرات جيروم سالومون وهو مدير صحة باريس، وهو منحنى انخفاضي جيد بحسب وزارة الصحة، يدل على أن الالتزام بالحجر المنزلي الإجباري أتى أكله، وبالتالي هناك يعني انخفاض في عدد المتواجدين في الحالات الطارئة، وهذا يؤشر بحسب الحكومة على استمرار وضرورة استمرار في البقاء في المنزل حتى يوم 11 من مايو، وهو التاريخ الذي أعلنه الرئيس الفرنسي للخروج من الحجر المنزلي، وهو خروج لن يكون عاما وإنما سيكون جزئيا، له آلية واستراتيجية سوف تتبع لاحقا، أي بأنه قد يكون محافظة لمحافظة أو بحسب الفئة العمرية، لكن من لن يخرج يوم 11 من مايو هم يبلغ عددهم بحسب التقديرات 18 مليون فرنسي سيبقون لما بعد 11 من مايو أيار القادم. في المقابل الحكومة قدمت تسهيلات اقتصادية لموظفي القطاع الصحي بما يقارب 20 مليار دولار، وهذا المبلغ تم رصده لمساعدة الأقل أو الأكثر تأثرا بفيروس كورونا مهنيا كان أم صحيا. شكرا لك مراسلنا محمد الحاجي من باريس.